وسهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في برنامجكم امام المراه والموضوع اللي غادي نطرقوا ليه في هذه الحلقه هو موضوع مهم وبزاف فغنتكلموا على التقاليد والمورثات فقبل ما نتكلموا على الموضوع ديالنا فنحب نرحب بالاخوات اللي موجودين معايا في الاستوديو فاهلا بك الاخت ويزا اهلا بك الاخت عتيقه واخواني المشاهدين وكنرحب ايضا بالاخت نوريه اهلا بيكي اهلا بيك واهلا بالمشاهدين اهلا بك وكنرحبوا ايضا بالاخت لطيفه اهلا بيكي اهلا بالجميع فعلا المورثات أو التقاليد اللي كنعرفوا في حياتنا الاجتماعية هي يعني الناس اللي كيقولوا كي هذا اللي لقيت عليه با أمي يعني خاصني ندير بحالهم فاحنا في المجتمع كنعيشوا مجتمع تقاليد ومجتمع كل ديانة وكل بلاصة عندها تقاليد فالتقاليد اللي مثلا في المناطق الأوروبية أو المناطق البلايص الأخرى فما كاينش يعني كاينة تقاليد كتحكم منطقة فمثلا تقاليد مختلفة غادي نحاولوا أننا نطرقوا لها في هذه الحلقة فلي نبغي نسول الأخت ويزا أشنو رأيك في موضوع التقاليد؟ <applause> احنا كنا كمغربيات يعني جينا من الوسط المغربي العربي نعرفوا التقاليد اللي ربونا بها موالينا ولقينا موالينا كيفاش ربوهم جدودنا كاين تقاليد يعني اللي مليحه في حياتنا مم. ربونا على على المحبه على يعني الطاعه الاخرين وكاين ثاني تقاليد يعني ماشي ملاح آه. آه. بالنسبه لك الاخت آه نوريه كيفاش كتشوفي التقاليد في المجتمع يعني اللي كنعيشوا فيه واش آه تقدر تكون آه زوين مزيانه لينا او تقدر تكون تضر بنا؟ كما قالت آه الاخت آه ويزا قالت باللي عندنا التقاليد آه معناها في كاين شي تقاليد آه مزيانه الاحترام آه المساعده مه. المحبه مه. هادو زوينين. امين. وكاين تقاليد آخرين اللي ما عندهم حتى حتى اهتمام ولازم نخليوهم مثلا آه كيش نفسر لك آه مثلا انا كي كنت صغيره كانت الام ديالي تقول لي اه ما تيبيش الزيت سخونه في آه آه. في المجرى آمين. وعمرني ولا فهمت علاش هذا الشيء ولكن دائما نديروا هذاك الشيء يعني كاينين يعني بزاف حنا كنعيشوا في وسط واحد يعني في وسط مغاربه أه. واحد وكنعرفوا هذه الامور ان ما ديريش هذه ما ديريش هذا ما ديريش هذه ولا ما ديريش الاخرى ولا دائما كاين آه يعطيونا آه على حسابهم هما النصائح ولكن نصائح اللي ما عندهم حتى اهتمام آه لا ما تشوفيش هذه لا ما تديريش هذه دائما دائما ولكن ما عندهم حتى مم. اهتمام اوكي شكرا آه ندوزو لسؤال أخت لطيفه آه بالنسبه للتقاليد اللي يعني اللي عشتيها في في المجتمع يعني في الوسط اللي عشتي فيه من قبل كيفاش كانت يعني لمساتك هذه التقاليد يعني واش كلها شفتيها ايجابيه او ان كاينه شي تقاليد اللي كتخليك يعني كتشوفيها بنظره سلبيه يعني كتقولي اوكي هذه التقاليد ما ما كتلزمنيش ولا كانت تقاليد كما جال قالت أخواتي ملحة تقاليد منحة في, في الاكل تاعنا في اللبس تاعنا في العادات هادو نبغو نتلاقوا بالاسره عندنا وكل مجتمع كل عيله عندها التقاليد تاعها ولكن كاين تقاليد ثانيه ماشي مليحه كاين تقاليد باغ اكزومبل يروحوا يزوروا هذا القديس ولا يديروا التقاليد يقول لك هذا جدي جداتي كان ديره احنا نديره دي آه. ولكن تقاليد كيما دروك العراس <متحدث> آه مع الأزمة الاقتصادية لـ 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 الناس ما عندهاش إمكانيات كبيرة ولكن كاين الناس بزاف تدين روحها ودير الدين باش يديروا عراس كبار واللبس وعلى خطر هادو التقاليد <متحدث> ومن بعد سنين وسنين هم يدفعوا الدين يعني الفلوس اللي كتسلفوا السلف اللي كتاخذ يا. لا ماشي الدين <متحدث> السلف السلف <متحدث> <متحدث> الفلوس اللي تسلفوهم <متحدث> باش يديروا حاجة كبيرة وغالية ومن بعد الأزواج سنين هما يدفعوا في الدراهم باش يوفوا هاد التقاليد يداروها داروها وهذا الثقل وحمل يديروا على روحهم وماشي مليح بصح فالاخت ويزا بالنسبه لك انت ك مع خوتك وخواتاتك في القبل واش كان عندك شيء تقدري تقولي لنا في يعني في وسط اسرتك وفي وسط عائلتك واش كانت شي تقاليد رابطاك يعني كتحسي بانها يعني لا ما خاصكش دير هذه دي ما خاصكش دير هذه دي او انك كنت حريه عندك حريه مطلقه <applause> يعني انا كيفاش عشت في الاسره تاعي ما عندناش ما كناش نتبع التقاليد هذه كيفاش قالت الاخت نروحوا للاشياخ ولا تاع ل... صح الام تاعي كانت ت... تاع تع... هذه حاجه تاع الزياره باش تقول لك الابن تاعك يولي للطريق يتبعوها <applause> يعني انت ما يقولكش انت نطلب ربي هو اللي يبدل ابني ولا يهديه ده. يروحوا عند الطلبة زي تقولك نكتب له ولا له حاجة هذا يعني حاجه اللي ما مت... ما نقدرش نكمل يعني بايماني ر... ليسوع م -م. المسيح ماشي حاجه اللي نتقبلها في حياتي م -م. لانه حتى كيف ما كنعرفوا احنا كمسيحيات كيف ما كتعرفي اخت لطيفه بالنسبه لل لل يعني لك امنت بشي حاجه مثلا حيث كاينين الناس اللي كيمشيو عند كيف ما قالت الاخت أيوه. مشعوذين او شي حاجه بحال هكا وكيديروا كتجرى صح أيوه. يعني كنعطيو الإبليس بانه يخدم فيها فتقدري تتكلمي لينا شويه على ابليس يجي مكذب علينا بشتى الصفات حاجه اشياء زعما تقولت طبيعيه يقول لك هذاك قط حل ولا هذه العين ندير الخامسه نعلقها ولا ندير <دل> الحنه ولا اشياء اللي ما ما فيها حقيقي ما فيها حتى حاجه تاع صح اللي ت... هذو التقاليد ما يهمونيش ما ما يفيدونيش ف... ن... نحكم التقاليد الملاح اللي, اللي نحترم الكبير آ... نديروا كسكسو نعرضوا العيله نجمعوا ونفرحوا هذه التقاليد ملاح ولكن نروح نشوف طالب ولا ندير خامسه ولا التقاليد ما عندهم حتى اهميه <applause> كاين تقاليد كذلك في, في العيد العيد الصغير كامل كان شي كان شي مكان اللي كامل في العيد الصغير أه. آه كامل يديو يمشيو العائلات ويمشيو يزوروا واحد يزوروا يزورو. آه يزوروا أه. يزورو. كامل تشوفي الناس مقام كامل الناس تشوفيهم ماشيين دائما 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 مه. دائما يمشيو يزوروا في العيد أه. كاينين بزاف تقاليد مثلا نفكركم مثلا الى مات الميت او شي حاجه بحال آه هكا في اليوم الثالث كيمشيو للمقبره كاينين تقاليد بزاف الحوايج كاينين تقاليد اللي حنا شفناها يعني عائلتنا بنا ومنا لقيناهم كيديروها ودرناها م -م. يعني شنو الفرق يعني مثلا كنقول على حساب الخلفيه مثلا إذا كان شخص يعني كيعبد كي البقر او شي حاجه بحال هكا واش يقدر يعني يبقى في هذا ميتو يبحث ويقلب باش يشوف شي حاجه ولا يقول هذا اللي لقيت عليه با ولا يشوف شي حاجه اخرى شنو كتفكري الاخت لطيفه احنا لازم نتمشوا مع الوقت تاعنا <applause> كل وقت عنده أهمية تاعو انا ما نجمش نقول صاي جدي كان يتمشوا هكا جدودي والدي كانوا هكا فانا نتبعهم <applause> انا ربي عطاني عقل عطاني مفهوميه فلازم نحوس ونشوف هالتقاليد لا يضروني لا ما يضرونيش لا ضد كلام الله ولا 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 يبارك ولا يزونور <مشرك> ديو ربي فهذه انا من بعد نطبقها في عيلتي الصغيره <مشرك> مانيش مجبوره مجبره اني ندير كيما داروا جدودي لا صوالح ملاح نقرضيهم ولا الاشياء ماشي مليحه ما نديرهاش <مشرك> هذه بعد <يبقى> تتوقف عليا انا بصح اختي لطيفه شكرا للمداخله ديالك <أه اللي نبغي نقولوا لاعزائنا المشاهدين بان والتقاليد كتربط الشخص فمن بعد المسيح حتى من بعد الايمان بالمسيح فالوقت ديال المسيح اللي كناخذوه المسيح هو الطريق والحق والحياه بالنسبه لنا فهذاك الوقت كانت ممارسات واعراف يعني كانوا كيديروها عادات تقاليد يوم السبت مثلا او او تقدري تقولي لي الاخت ويزا تتكلمي لي على مثلا فاش كان يسوع المسيح على الارض في هذا الوقت كيفاش كانوا الناس مكبلين بهذه التقاليد وكيفاش انهم حاولوا يضغطوا على الناس اللي كاينين تما باش انا أتش... أه يعني تكلمي لي على هذه النقطه عفاك يعني شوفوا في الكتاب المقدس يتكلم لنا على يسوع المسيح نهار كان حاب يصلي على المراه اللي كانت مريضه وما حبوش يعني الشيوخ هذوك المتدينين في وقته قالوا <applause> له اليوم السبت ما علينا نرفدوا حتى حاجه ولا تت زعما لا بالاعمال ولا ولا يعني يوم يعني انهم كانوا كيحتارموا يوم السبت وقال لهم يسوع المسيح يعني اللي بغى يشوف يعني الكتاب المقدس اللي هو كلام الله مم. بانه كيفسر لنا اكثر واكثر كان تقاليد مم. مثلا الحشمه مثلا ان كاينين شي حوايج اللي هما مازال في المجتمع يعني المجتمع ديالنا احنا اللي كنا كنعيشوا فيه قبل ما نجيو عصر النعمه وعهد النعمه مم. بالصح والايمان بيسوع المسيح ف اللي نبغيو نقولوا للمشاهدين شنو تبغي تقولي للمشاهدين كما قالت الاخت ويزا المسيح قال السبت صنع للانسان مش الانسان تقاليد صنعت الانسان باش تفرحوا ماشي ما تكونش حمل عليه ثقيل ماشي يكون عبد لها فهذه هي الفكره تاع بالنسبه للاخت لويزا الى دخلت تقاليد الدين مثلا إذا كانت كمسيحيه وقالوا لي هذا خاصك ديريه مثلا ناخذ كمثال العيد الكبير مثلا اللي عندنا او شي حاجه بحال هكا فمازال الناس مسيحيين يعني كيتصرفوا مثلا حتى أه الوسط اللي هما كيعيشوا فيه مثلا آه كيتصرفوا آه كا بتقاليد الناس اللي فايلا دخلات هذه التقاليد للدين اشنو كت كتشوفي في الامر يعني احنا كمسيحيين كي نشوفوا منين جينا وين وين رانا الانسان كيفاش قلنا نتبعوا التقاليد الملح في اللي في في خلونا جدودنا في الاحترام ما نقولش انا ما نتبعش كيما نسمع بصوت الرب يتكلم معايا نقول لا نخليه يعني بجانب انا نتبع جدودي ما نقدرش هو الرب اعطانا اعطانا المخ نخممه الحريه الاختيار يعني, يعني, احنا ماشي عبيد ولكن احرار احرار يعني الانسان ما يكونش يقول لك انا نتبع واش كاين جدودي لا يتبع الطريق اللي تديه للسلام وتديه للهناء كي نعرفوا يسوع كاين يسوع المسيح يسوع المسيح كاين كاين نعرفوا نعرفو. آه لازم هو يساعدنا باش 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 نفرقوا بين العبوديه وبين آه والحريه آه كاين كما خواتات ذكروا باللي المحبه الاحترام وهادو هادو يسوع المسيح يقولهم هادون هادون بهم ولكن هو حررنا علاش حنا نبقاو في هذيك السجن اللي كنا فيه من قبل اعطانا الحريه واعطانا الامثال واعطانا ورانا كامل مم. الطريق اللي نتبعوه الحوايج اللي مزيانين اوكي مزيان لازم نبقاو حريين يعني صح نكمل غير كلام واش قالت الاخت نوريه يعني كي يشوفوا كاين في عاده يعني اسر يكونوا من طاقه ومن تعليم ومن مجتمع يعني مم. كبير ما يعني يكون الابن تاعهم خاص يعني بنت اخرى من من مستوى اجتماعي يكون على مستوى يعني هذوك الاسره الاخرى ما يقبلوش ومن بعد هو يديها كعبوديه كعبوديه يقول صح انا ما نقدرش نحبط روحي زعما نصغر روحي لهذا المستوى يعني هذا اللي احنا ربي نحن هذه الاشياء اللي ماشي مليحه اكيد شكرا لك الاخت ميزه بالنسبه للكتاب المقدس هو عامر بالامور اللي عاشها يسوع المسيح على الارض وشاف كيفاش الناس كانوا كيديروا كي تقاليد رجال الدين والفريسيين فتقدري تذكري لي الاخت لطيفه على المراه السامريه شنو يعني الرب تجاوز اللي تجاوز تقاليد وتجاوز العادات اللي كانت في ذاك الوقت وتكلم مع هذه المراه فتقدري تحكي لي هذه القصه هذه المراه السامريه كانت تزوجت كانت بربع رجال أربعة رجال والخامس ما كانش مزوجه معاه كانت عايشه معاه وكانت تحشم تروح تجيب الماء الصباح مع النساء كانت تمشي على 12 ما يكون حتى حد والمسيح كان يقراها عند البير كان يرتاح عند البير وكي هي سامريه هو يهودي ما كانوش يهضروا هاد الزوج شعوب كانوا اعداء فقال لها انا هو اعطيني نشرب قالت له كيف انت يهودي تطلب مني الماء قال لها لو كان تعرفي شكون راه يطلب منك الماء انت تطلبي من الماء اكيد, أكيد و... ومين شو التلاميذ تاعو ونخلعوا كيف المسيح راه يهضر مع مم. مع السامريه وامراه و... ولكن الدرس اللي المسيح اللي عطاه لنا هو ان نكون خطاة المسيح جعلنا آه يتغلب على التقاليد مم. يتكلم معنا مم. يحبنا يحررنا يعطينا ي... اللي نحتاجه ورانا بان النعمه تفوق تقاليد, تقاليد. وال... والعادات تاع الانسان وهو اله الى كل اوقات امين امين فكيف ما قالت الاخت لطيفه احنا فرحانين لانه الرب يسوع حررنا من كل تقاليد حررنا من كل يعني العوائق اللي كانت في ذاك الوقت حتى السامريه يعني كانوا السامريين ما كيتجمعوش مع اليهود وكان دائما هذاك الفرقيه يعني ما بين الرجل والمراه والرب وراها كيفاش هي قيمه وهي مزيانه في عينيه واعطاها المحبه فكنشوفوا ايضا يوم السبت مثلا فالكتاب المقدس هو عامر عامر صح بالتقاليد ولكن بالنسبه لي ككلمه اخيرا نبغي نوجهها للمسيحيين اللي كيعيشوا مثلا في اماكن العالم مم. واش تقدر تاثر هذه الاماكن ديال العالم كيف ما اثرت على لوط منين كان في سدوم وعموره مم. فواش تقدر تاثر هذه الاخت نوريه تقدري تكلمي لي على يعني تاثر على شخص انا مم. كمسيحيه مم. مم. ونعيش في وسط اجتماعي غير مسيحي العالم واش تقدر تاثر عليا او لا تنجم تاثر على حسب الموقف نتاع المسيحي اللي يكون فالاخت ويزا تقدري تقول لنا شي حاجه اخرى على التقاليد مثلا شنو كتفكري مثلا في العائله ديالك اللي كنتي كتعيشي فيها مثلا وش كان عندك واحد الضغط انك خاصك تلبسي هذا خاصك ما تلبسيش هذا لا انت ما عندكش هذاك يعني هذاك عدم الحريه وفين لقيتي الحريه ديالك <applause> يعني في هذا الاشياء اللي ذكرتيهم الاخت عتيقه يعني حاجه اللي مليحه كيفاش ربونا الاولياء تاعنا على على هذه الاشياء كاع اللي قلناهم لكن يعني الانسان المسيحي كيعيش كي في وسط عائله غير مسيحيه ما عليه غير يعني بالصلاه و <applause> والايمان يعني حاجه صعيبه سورتو الى طاح عائله هكذا اللي عندهم بزاف تقاليد يقولوا له مثلا ما عندكش ما عندكش الحق تختاري تزوجي لازم لك تتزوجي مع واحد مم. اللي بغينا حنا ولا يعني صعيب لكن الانسان ما عليه غير يطلب ربي هو اللي يحرره هذا ما كان بصح حنا كمسيحيات محررين الداخل ما يعني عندنا هذه المشاكل ولا بصح نتغلبوا عليهم ربي جدد اذهاننا كاينين الناس اللي كيديروا اولادهم وكيحبسوهم يعني في النطاق ديالهم رغم انهم في اماكن معاهم دائما لا خاصك دير هذه لا خاصك ما ديرش هذه لا خاصك دير هذه فاحنا كمسيحيين عندنا حريه في الرب يسوع المسيح والرب حررنا من نجا على هذه الارض وعطانا حريه فتبغي تختمي الاخت لطيفه بشي كلمه من عندك الكتاب المقدس يقول يتحرركم الابن فانتم بالحقيقه احرار فالتقاليد اللي تخنقني وماشي مليحه ليا ما شقاش نتبعها ونطلب ربي يساعدني ما نكونش عطره للناس ولكن ما نخليش هالتقاليد تخنقني انا كمسيحيه فنصلي ونباركهم و... ون وندي حضري اكيد اكيد مم. الاخت نوريا عندك شي كلمه ختاميه لل... الاخت ختمت كل شيء ولكن لازم نحافظوا على على الحوايج اللي اللي المحبه الاحترام الاحترام تاع الوالدين والجار الجار ونتاع هادو هادو لازم نحتفظوا عليهم ونحتفظوا على الكلام تاع رب يسوع اللي أعطانا مهما نحترم الناس اللي معاهم ولكن نبقاو على الطريق اللي عطاها لنا الرب يسوع لازم انت <applause> الاخت <applause> انا نزيد غير كلمه صغيره نقول لهذا يعني الانسان اللي اللي آه يروح يعني لهذا المقام يطلب منه المساعده ولا يقعد في التقاليد تاعو يقول لك لان جدودنا خلوه خلوه هنا انا نقولهم لهم طلبوا الرب هو اللي آه يعطيكم آه يحرركم يعطيكم آه واش بغا قلبكم فالرب يسوع المسيح كي قبلك اختي كيف ما كنتي يعني مكبله بتقاليد قديمه وخلاتك يعني مربوطه فيها فهو قادر باش يحرك الان مم. يعطيك حريه تامه ويساعدك ويحرك من كل قيود تقاليد وعادات سيئه انت وكانت عطره لك في طريق الايمان فكنحب نشكر الاخوات اللي كانوا معنا اليوم في الاستوديو شكرا لكم على شكرا تدخلاتكم شكرا, شكرا على تدخلاتكم اللي كانت بناء بصح وكنحب نقول للناس اللي كيشوفونا الان مهما كنتي مقيده بتقاليد فالرب قادر باش يحرك لانه هو الحريه ومنه جات الحريه فهو اللي حررنا من تقاليد كثيره وكتيرة بزاف وكنطلبوا منك اذا كان عندك مشكل او اي حاجه كاتبينا على العنوان اللي كيطلع كي الان على الشاشه وكنتمنى لك وقت مع الرب وسلام وفرح ويكون معك والى اللقاء